صباحكم خير وأمان ومحبة وسلام أحبتنا. ابتدأ مشوارنا الصباحي وياكم، رافقونا على مدار الوقت القادم، حياكم الله. صباح الخير حيدر. صباح الخير زهرة. صباح الخير أعزائنا المشاهدين، نتمنى أن يكون صباحكم جميل وسعيد. وكالمعتاد الفقرة الأولى هي جولة في بغداد. أهلا بكم من جديد أحبتنا، نبدأ إياكم فقراتنا الصباحية، وأول فقرة هي من خلالها نتعرف على الحالة الجوية لهذا اليوم في بغداد وفي عموم العراق. ومعنا عبر الهاتف المنبأ الجوي الأستاذ محمد حسن. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا أعزائي المستمعين الكرام، إليكم الحالة الجوية المتوقعة لطقس العراق خلال هذا اليوم الخميس 8/9. لا زال البلاد تتأثر بالمنخفض الجوي الحراري الموسمي، ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع غبارا كثيف. درجات الحرارة المنطقة الشمالية مقاربة لما سجلها أمس، وتتراوح العظمى المتوقعة لهذا اليوم في المنطقة الشمالية من 38 إلى 41 درجة مئوية. المنطقة الوسطى مقاربة لما سجلها يوم أمس، وتتراوح العظمى المتوقعة به فيها بين 41 إلى 43 درجة مئوية. أما المنطقة الجنوبية فتكون أيضا مقاربة لما سجلها يوم أمس، وتتراوح العظمى المتوقعة في هذه المنطقة بين 41 إلى 44 درجة مئوية. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة. تنشط خلال النهار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى 30 إلى 40 درجة كيلومتر بالساعة. أقرب 8 إلى 10 كيلومتر، وفي الغبار 5 إلى 7 كيلومتر. درجات الحرارة العظمى المسجلة في مدينة بغداد ليوم أمس كانت 40 درجة مئوية، وهي أقل من المعدل بدرجتان. أما درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم في مدينة بغداد هي 41 درجة مئوية. درجة الحرارة الصغرى المسجلة لمدينة بغداد لهذا اليوم 24 درجة مئوية، وهي أعلى المعدل بدرجة واحدة. أما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ليوم الغد فهي 25 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في مدينة بغداد لهذا اليوم في الساعة 26 دقيقة. موعد شروق الشمس في مدينة بغداد اليوم في الساعة 45 درجة مئوية، في الساعة 45 دقيقة بإذن الله. مع تحيات الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي، وتحياتي أنا المنبئ الجوي محمد حسن. شكرا جزيلا لك يا أستاذ محمد. من بعد هذه الأغنية لرولا سعد أحبتي، كالمعتاد نذهب بكم إلى فقرة المرور ونتعرف سوية على الموقف المروري هذا اليوم في الشوارع وتقاطعات بغداد مع ضيفنا عبر الهاتف العقيد محمد الزيدي. صباح الخير عقيد محمد. صباح الخير عليك. شكرا. صباح الخير. صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدينا في المتعن إن شاء الله. عقيد محمد، نتمنى أن نتعرف سوية على الموقف المروري هذا اليوم في شوارع وتقاطعات بغداد. نعم حيدر، يعني حقيقة نتمنى السلامة لكل مستخدمي الطريق في نهاية الأسبوع إن شاء الله. تعرف الأسبوع القادم هو العيد الأضحى المبارك، الله يعيد على كل المسلمين في العراق وكل العالم إن شاء الله على خير والبركة. اليوم يعني يمكن أرد أدي بخبر جدا مهم، هو قطع السير المصنع حيدر الباحث في خطر الجنابة من يوم غد الجمعة إلى يوم الثلاثاء الساعة 10 الصباح. أكو أعمال راح تصير من هذا الجسر المثنى، تحتاجه قطع الإخوان، لذلك طلبوا من عندنا أن يكون القطع من يوم غد الصبح إلى إن شاء الله الثلاثاء بالعشرة بالليل يفتح إن شاء الله. هذا أهم
الو عقيد محمد، اعتقد الاتصال انقطع مع عقيد محمد، مشكله بالشبكه، ان شاء الله راح نأمن الاتصال بمره اخرى حتى نتعرف على الموقف المروري هذا اليوم في بغداد. اعزائنا المشاهدين ومتواصلين معاكم وفقرات حتى حيدر صباحا غير هذا بالضبط، يعني حتى نتعرف كنا حابين بالخطه كيف حتكون الاسبوع القادم، يعني القطوعات معروف بالعيد تكون يعني بعض الاحيان تكون قبل العيد بكم يوم، بعضها تكون بعض الشوارع في يعني نقول ليله العيد، كنا حابين نتعرف من العقيد على هذه التفاصيل والخطه الامنيه كيف حتكون فيما يخص الشوارع حتى الناس تعرف كيف تتنقل. واحنا ما عرف لاحظنا من يوم امس كانت ازدحامات يعني في بغداد بشكل مو طبيعي، وصلت لساعات العصر. وعاد على الهاتف العقيد محمد، اهلا بك من جديد عقيد محمد، ويا ريت نكمل الموقف المروري لشوارع بغداد لهذا اليوم حتى بعدها تكون عندنا بعض الاستفسارات عن الاسبوع القادم. نعم، يعني الحقيقه وضحت المشكله المصنعه كذا حتى نعم. ايضا لا زالت السراده داخل طبعا تعرف حيدر، يعني مقصود جنابكم بعد الحادث ايضا مقطوعه بالصفات من مقصود ومن كهرمان، طبعا سبب كثافه يعني غير طبيعيه حتى يكون واضح كل المشاهدين. ساحه كهرمان راح تاثر على يعني الشوارع الى الفنادق، شارع النضال، وكذلك ساحه الحسين باتجاه الحريه طبعا بصوره مقصور. لذلك يعني مستخدم الطريق في هذه المنطقه راح يشوف اكو كثافه راح تصير. ايضا حيث يعني حقيقه نذبح حول يوم السيطرات بكثافه الازدحام اللي بيها اتصلنا بالاخوان في عمليات بغداد، لكن تفضلت دائما يقال انه التفتيش دقيق، نعم التفتيش دقيق، لكن ليس بهذا الكثافه من الازدحام. يعني الباحه الى ساعه متاخر من الليل احنا باتصال، احنا نجيب دراجات، لكن ما في عمرج المرور اذا هذه الازدحامات في كثير من السيطرات، يعني سيطره الدفاع الجمهوريه، سيطره السنه، بغداد الجديده، مدينه الصدر، يعني كل بغداد اذا دقق، حتى المنصور المول الباحه بالمناسبه يوم امس يعني بالليل حيدر قطع من ابو جعفر المنصور باتجاه المول. طيب احنا تدري القطوعات يعني لا تقدم ولا تؤخر بالنسبه لنا كمرور، بالعكس تزيد من الكثافه. طيب عقيد محمد لو سمحت، سبب القطوعات هذه هي من ضمن الخطه الامنيه قبل ايام العيد، لو كانت لاسباب اخرى حتى الناس تعرف؟ اتصور حتى البارحه كان شارع رباعي مقطوع. صحيح، يوم امس ايضا تفضلت شارع رباعي كان مقطوع. هي المشكله القطوعات مؤقته، لكن هذه القطوعات بالعكس بتسبب اولا كثافه. نعم صحيح. بنسهل احنا يمكن لا سمح الله اذا صار حادثه هذه، اذا 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 يمكن ثلاث سيارات تتاذى راح تتاذى 30 سياره بالفعل جراء القطع والازدحام. لذلك احنا يعني ضد القطع بصراحه. اليوم ماكو قطع، يعني امس الخميس بس وضحت الجناب فقط الكراده من خلال تجواننا من خلال متابعتنا، لكن احنا نخشى ان يكون اليوم مساء قطع موجود مثل ما وضحت الجنام سباحه بالليل الساعه 8 الى الساعه 12 تقريبا ابو جعفر باتجاه المول. طيب اللي يريد يجي وين يروح؟ راح يضل يشتغل بالفعل ابو جعفر ويرجع باتجاه 14 رمضان. كذلك شارع الرباعي، كذلك بغداد الجديد السينما باتجاه البداله، حتى جراجات قريبه ماكو بالضبط، يعني لا باركات حيدر ولا. فلذلك مشكله احنا هذه القطوعات عندنا. اليوم نتمنى ان يكون ماكو قطوعات، بس احنا مع ذلك حتى يكون واضح للمشاهدين، يعني اعتقد اليوم خميس بكره جمعه يمكن ما عندنا اتصال معاكم السبت ايضا بخصوص الاعياد، راح تصير خطه حيدر ان شاء الله. يعني احنا بالنسبه لنا خطه طوارئ للعيد نسبنا نحسن حساب القطوعات، دراجات ودوريات اضافيه بكل المناطق اللي تشهد ازدحام واللي تشهد قطع طبعا، سواء المتنزهات، مدن الالعاب، المناطق التجاريه، ان شاء الله راح يكون بها الخير يعني سالك الامر سهل من خلال توزيع هذه الدراجات والدوريات. يعني اذا ارجع ايضا على الموقف اليوم، نعم اذا اكو سؤال، نعم فيما يخص الاسبوع القادم، فيما يعني الشوارع اللي كان متعارف عليها بان يتم قطعها في ايام العيد ايضا هي مستمره لو حيصير بها اختلاف، ممكن تكون مفتوحه او سايد واحد منها مفتوح لو هي مثل ما متعارف يعني في كل الاعياد السابقه؟ يعني ان شاء الله احنا اكيد القطع راح يكون من ساحه النسور الى الزوراء الى ساحه دمشق، فطبعا هذا المفهوم الزوراء حضرت يعني يمين الطريق، لذلك نحتاج قطع، راح يصير سايد واحد او السير الجاي من دمشق باتجاه النسور راح يكون سالك، بس السير اليمين اللي من النسور باتجاه الزوراء طبعا هذا راح يكون قطع، واكو باصات النقل الرصاب راح تنقل اكيد الزائرين للزوراء لهذا المكان. ايضا مدن الالعاب راح يكون قطع
عليها سواء أرض المخ في شارع فلسطين أو مدينة الألعاب في السيدية، يعني كل المناطق حيكون قطع السائد عليها. نعم. بس السائد الأخر راح يكون لاين واحد. طيب. يعني إن شاء الله نستفيد بالكثافة دورياتنا ودرجاتنا في المواقع اللي موجودة، بس لحد الآن ما خبرنا في قطع، بس إحنا نتوقع تعرف يعني حيدر أكيد يكون قطع في هذه المكانات، حسبنا حساب دراجات والدوريات إضافية وخطة طوارئ كان بالنسبة للمرور إن شاء الله في هذه المكانات. نعم معك يا محمد، خلينا نستكمل موقف المروري هذا اليوم في بغداد. نعم أيضا حيدر الحقيقة اليوم سيطرة جسر الجمهورية أكو تجاوب، الموقف جيد فيها رغم أنه كثافة، لكن أرجع وأكد أنه المناطق التبطر الخلاني باتجاه الشورجة باتجاه الرهون طبعا تشهد كثافة جدا عالية. تعرف التسوق لا زال المحافظات أو بغداد أو كل العالم قبل العيد يكون تسوق، ولذلك الحركة تكون بطيئة، لكن الكثافة البشرية أكثر من الكثافة المركبات، بس حتى يكون واضح لكل المشاهدين يعني مداخل مدينة الصدر اليوم موقف جيد باستثناء يعني سيطرة الروابي عندنا باتجاه الجسر الصفيين حد شهدت كثافة. نعم. بس الكثافة هي الاعتيادية طبعا لأنه من خلال اخوان دراجات انطونا موقف على المكان الموجود. نقطة في بغداد الجديدة المدسرات شهدت كثافة اليوم، مدسر اللي يعبر من بغداد الجديدة إلى الكرادة أيضا نسبنا الدراجات الاخوان سائلين عليها. ننتقل للكرخ، الكرخ حيدر اليوم مداخل بغداد الكرخ موقف جيد 75، لكن يوم كثافة شكلت عندنا من العلاوي باتجاه الخارجية وكذلك عندي ولو أثر على السير الدور السريع حيدر يعني باتجاه بغداد الجديدة، أكو الأخوان الأمانة بغداد وطرق السودة ينسبون جسر المكان هو يمين الطريق الشمال بس ما أثر على السير، لكن واضح المشاهد انه اذا يسلك طريق الدور السريع راح يشوف اقوى اعمال، راح يشوف يعني جسر مشاهد جديد راح يخلون. نعم. على السريع؟ نعم نعم يعني حيدر مع الاسف قبل يمكن ساعه صار حادث دهس وصل ايضا. نعم. هذا تعرف السريع دائما يعبرون وهذا ممنوع يعني عن عبور على السريع. نعم. حتى السائق ما يقصه يعني هذا السريع، لذلك امانه بغداد وطرق الجسور ان شاء الله يكون جسر مقابل مدخل الدورة شارع 60 إلى يمكن نعم يعرف، فإن شاء الله يعني الأعمال جارية دي بس ما يأثر على السير حيث بس حتى يكون واضح لكم مشاهدين قناة المدينة الجسر هذا إن شاء الله. وإذا الأخوان يسمعونا يعني نتمنى أن يكون أكو جسر ثاني أيضا منطقة عبور خطرة ما يلتزمون بها الاخوان من يعبرون، اصلا ممنوع هو العبور سواء التزام او غير التزام. مدخل الجهه الرابطه ما بين شارع ابو طياره والشرطه او حي اسيا ايضا هناك المدخل يشكل خطوره للماره. بالضبط هذا طبعا هذا المرور يعني قطع مرور الدوره كتبه اكثر من الشباب بالمناسبه صار ثلاث سنوات هالشيء الله الاخوان ترد الجسور يعني نفذوا هذه المطالب. نتمنى مثل ما وضحت الجنابه احنا نريد اكثر من ثلاث جسور حتى تربط تعرف مضطرين اكو طلاب حيدا يعبر من الصحه الى الجهه المقابله من الجمعيه الى الجهه المقابله، لذلك الحوادث تدهش يعني مع الاسف كثيره اللي يصير، بس الحمد لله نص الجسر اكيد ينصب الجسر الاخر. هذا فيما يخص قاطع الدوره، قاطع الكاظميه الموقف جيد رغم انه التفتيش دقيق. جسر بن حيان شده كثافه من تحت الهلال باتجاه ابن حيان باتجاه الاسكان ايضا اصبح الموقف جيد الوقت الحاضر حركه السير القياديه. تقاطع اليرموك شهد كثافه باتجاه النسور لكن خف ايضا من تقريبا الساعه 9:30 اخذنا موقف الموقف جيد، لذلك حركه السير المرور جدا قياديه رغم انه احنا نتوقع اليوم خميس حيدر والمشاهد اكيد راح يتوقع انه تصير قرب المحلات قرب التجاريه قرب الاسواق حسيت كثافة احتمال العالم تتفضع للعيد، لذلك احنا نوضح للجنابة خطة طوارئ كاملة حتى من يختار المواطن البغدادي. نعم. يشوف بالمنصور عندنا يشوف بغداد الجديدة الرباعي. عقيد عقيد محمد اختم معك الحوار بملاحظة مرورية دائما ما تتكرر، الشارع. نعم. الرابط ما بين ساحة كهرمانة وساحة الفردوس الجندي المجهول سابقا اكو بنزين خانة هناك الكل. نعم. يعرفوها سموها بنزين. نعم. خانة. نعم. الجندي المجهول. الشارع أربع ممرات أربع سايدات إذا مو ثلاثة، الصبح البنزين خانة فقط سايدين من الشارع مأخوذ حتى فقط المركبات تفوت
وتملأ بنزين من هاي البنزينخانة ويبقى فقط ممر واحد للسيارات المتجهة باتجاه شارع السعدون وغيره، يخلق زخم مروري جدا فظيع هناك، ينسحب باتجاه كهرمانة، وتعرف أنت تقاطع كهرمانة مهم وعلى كثير من السيارات، فيصير إرباك مروري واضح صحيح. بسبب البنزينخانة والسير الموجود عليها. صحيح ان شاء الله حيدر انا راح اتصل بالاحرى مقاطع التحرير حتى نفس الدراجات تنظم، وانا لاحظت هذه الحاله الحقيقه. نعم. لكن المشكله الاخوان بازيتانا يفتحون باب واحده، لو يفتحون باب يعني يكون الدخول سيارتين سيارتين، لكن سياره سياره دخول المضخه. ان شاء الله ملاحظه جنابه السنكر الى نعم. مقاطع مباشره بعد. شكرا جزيلا لك عقيد محمد على اهتمامك بملاحظات المواطنين فيما يختص بالمرور وعلى اعطائنا الموقف المروري الصباح كل يوم. نعم. من الموقف المروري لهذا اليوم والخطه المتوقعه الاسبوع القادم وايام العيد ننتقل الى فقره اخرى ضمن فقراتنا، وهي الفقره اللي تعنى بالجمال والعنايه بالشعر والبشره، هي حتكون في فقره ميك اب، فلنتابع. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم بفقرة جديدة عبر فضائية المدى من سالون باتشي لوتشي إربيل. اليوم كمان معنا الدكتورة أخصائية الجراحة التجميلية دكتورة سحر المصري. أهلا وسهلا فيك دكتورة سحر. نحن بشرفنا دايما أنك تكوني موجودة معنا، ودايما عم نفيد إن شاء الله نكون المشاهدين والمتابعين بالامور اللي عم نحكي فيها اللي فيها علاجات لمشاكل الوجه، لمشاكل الشعر، لمشاكل الجسم. فدايما بنتشكرك وبنحب انه نضلنا على تواصل مع المشاهدين بكل تفاصيل البشره وهالامور. شكرا لك. اذا بدنا نحكي عن الاكنه وقلنا اللي هو حب الشباب، في عده حالات بتصيب حب الشباب بعده مراحل من العمر. اذا بدنا نوصل للعلاج، شو بننصح المشاهدين بالعلاجات؟ لوين بدهم يروحوا اكثر شيء؟ مين بيستفيدوا منه اكثر شيء بالعلاجات اللي هي ما بعد انتهاء حب الشباب او حتى بمرحله الالتهاب القويه؟ نحن حكينا بالحلقات الماضيه عن مسببات ظهور حب الشباب والحالات المختلفه. هلا اذا بدنا نحكي عن العلاج، حب الشباب بده علاج عند طبيب. اذا كان يعني الانسان المصاب فيه بالبيت بالوسائل الموجودة متوفرة له مثل الغسول مثل المراهم، ما عم يقدر يسيطر على حب الشباب. وهذه العادة بتكون هيك الحالة، انه الإصابة بحب الشباب بحاجة لمتابعة من أخصائي أمراض جلدية، أو أحيانا طبيب العائلة ممكن يتابع المريض، أو جراحين تجميل ممكن كمان. فأنا بنصح انه الأهل جميعا، لانه هذه الحاله بتصيب اكثر هي المراهقين اللي بفتره البلوغ مثل ما حكينا، انه يشوفوا طبيب اخصائي. الوقايه من انه يظهر الندبات هي اهم شيء. يعني ما يقولوا انه هيك حب شباب بتصير دائما وخلاص وينترك الصب او الشاب من دون علاج. نحن اهم شيء نمنع ظهور الندبات يلي كثير صعب علاجها بعدين. هلا العلاج هو بيكون في يعني له مقومات اثنين، العلاج الموضعي اللي نسميه التوبيكال اللي هو على علاج الجلد بحد ذاته. نعم. والعلاج الداخلي اللي هو احيانا يستوجب اعطاء ادويه يعني حبوب بياخذها المريض. هي بالنهايه هيدي مثل التهابات تحت الجلد صح؟ ايه مثل ما حكينا هي التهابات ببصله الشعر بالغدد اللي نعم. بتفرز المواد الزيتية اللي هي حماية للجلد بشكل خاص. نعم. ولكن كل شيء بيزيد بيصير ممكن يتحول طبعا لحالة مرضية. نعم. يعني هذه الإفرازات الزايدة اللي عم بتسكر لنا المسام هي بتأدي بعدين لالتهابات ولظهور كياس بيضاء والحب الأسود اللي بنسميه. نعم. يعني الكومدون الوايت هيدز والبلاك هيدز بالإنجليزي. ومن هون ببلش العلاج. العلاج لازم يكون عند أخصائيين لعلاج البشرة. يعني عادة هو بيكونوا بمراكز مختصة، مراكز تجميلية مختصة، بيكون في عندهم حدا اختصاصي بعلاج البشرة الطبي. أو عند أطباء الجلد.
تنظيف البشرة بشكل يعني مرتب وبعده لحد الآن أهم مقومات علاج حب الشعر. بديهيات هي التنظيف المستمر. التنظيف عند أخصائيين تجميل. نعم. يعني بتكون مختصة بعلاج حب الشباب يعني تحت إشراف طبيب. يعني فتح هذه الأكياس، المسام المسكرة لازم تتفتح، لازم كمان تتنظف وتتعقم. في وسائل كثيرة بالألتراسون، بالبخار، بالأوزون إلى آخره. نعم. بتأدي لنتائج كثير منيحة، لأنه نحن لما عم نفتح المسام بنفتح الأكياس، فعم نمنع إنه يصير في التهابات وبعدين مضاعفات لهذه الالتهابات. بدها متابعة مش من جلسة واحدة أكيد. تمام. دكتور، أي علاج نعمله بمجال حب الشباب عند مين مكان وبأي وسائل، يعني لازم المريض يكون عنده صبر ونفس طويل، يعني شهرين لثلاث أشهر لحتى تظهر نتائج. نعم. نعم دكتورة. طيب الندوب اللي بتصير أحيانا من جراء إهمال حب الشباب والاعتماد إنه هيدا مثل ما تفضلت وقلتي مرحلة وبتمرق وبدون علاجة، فمنوصل لمحل عنا حفر شديدة بالوجه أو عنا ندوب أو سكارز أو سيكاتريس مثل ما بيقولوا. هيدي الحالة اللي منوصل لها كتار بيعانوا من المشاكل وما بيلاقوا نتيجة ولا حل، شو الحل؟ سكارز يعني الندبات اللي بتحصل بعد حب الشباب. هاي من تأثيرها تترك أثار جدا يعني مشوهة فينا نقول للبشرة. بتأدي لكمان لمعاناة، لأنه هالإنسان اللي عنده وجه كله ندبات بحس إنه دائما كل الناس عم بتطلع فيه وطبعا بتأثر نفسيا. هلا الندبات هذه في منها أنواع، في منها الندبات اللي هي بنسميها آيس بيك اللي هي مثل رأس السكين رأس الإبرة اللي هي بتكون غميقة وصغيرة. هاي أصعب بعد علاجة من الندبات الثانية، من أنواع الندبات الثانية اللي هي بتكون أقل، يعني الغمق تبعها أقل، ما بتكون سطحية إلى حد ما، وهي مدورة أو أوفال يعني بيضاوية الشكل. وفي كمان نرجع نحكي عن نوعين من هذه الندبات. النوع اللي بيكون فيه الكولاجين قليل لما بيصير فيه هيلينج، يعني ما بيصير فيه عندنا لما يعني هذا الالتهاب بطيب بيكون في كولاجين قليل، فبنحكي نحن من اتروفيك سكارز اللي هن بيبينوا انه في لون جوره غميقه، لون الجلد بيكون افتح من الباقي. بيكون رقيق اكثر يعني ندبه. وفي النوع الثاني النادر يلي بنسميه نحن هايبرتروفيك سكار يلي بيكون فيه كثير كولاجين وبيكون هو اعلى من الجلد وعامل مثل حبيبات خارج الجلد يعني مثل حبال صغيرة. نعم. فإذا العلاج بده يكون على فترة طويلة وبده يكون في صبر عند الإنسان. فهل بيلاقوا نتيجة عادة بالعلاجات؟ هلا هذا حكيت أنا عن أنواع السكر، لأحكي شوي نتطرق لعلاجاتها. صعب علاجها. من يعني المظاهر الجلدية الصعب كتير علاجها عند أطباء الجلد أو جراحين التجميل، ولكن عندنا وسائل كتيرة. هذه الوسائل بتتضمن من الطب الحديث اللي هو الطب التجديدي الريجنراتيف ميديسن، يعني عم نستعمل البلازما لحتى نرجع. لما بنحكي من الاتروفيك سكارز يعني الندبات اللي ما فيها كولاجين، نحن بدنا نرجع ننشط الكولاجين بهالمنطقه، فالبلازما عم تعطينا نتيجه كثير منيحه. البي ار بي يعني بليتليت ريتش بلازما اللي بتنأخذ من الدم. عندنا طرق، اذا بدنا نحكي بالطرق الجراحيه، انا من الناس اللي بحب استخدم الخلايا الجذعيه من الخلايا الدهنيه، يعني بنعمل شيء مثل شفط الدهون. نعم. ونحقنوا هذه المنطقه بنفس على مراحل الوقت. بنفس الوقت بنكون نحن، لانه الحل الجراحي احيانا لا غنى عنه لهالندبات اللي كثير غميقه وعنيده. ترى هلا حالات هيدي هل بينفع فيها البلو بيلينج او التقشير العميق؟ طبعا يعني هاي الحالات، العلاجات الغير جراحيه لنحكي بالبيلينج، بالكيميكال بيلينج، الصنفره يعني بالمواد الكيميائيه بالاسيد. في عندنا شوف المايكرو ديرم ابريجن هو كمان او ديرم يعني الطف شوي، هو الطف شوي ولكن ما بينفع. نعم. يعني بينفع على السطح بس ما بيفوت بالغمق. عندنا الديرم ابريجن لنحكي اللي هو الغميق يلي بيوصل لطبقات غميقه من الجلد. هو بينفع ولكن مضاعفاته كثير
بده يكون سلبية؟ عندنا مضاعفات سلبية، ممكن يعمل ندبات إضافية، ممكن يعمل تصبغات، يعني post inflammatory hyperpigmentation مثلا. يمكن هيدا الشيء بده انتباه ودراية بالمنزل من بعد ما نخلص طبعا، صح؟ وبده بإيد اختصاص، صح. يعني عنده خبرة بالدرم أبريجي، لأنه نكون نحن عنا بشرة فتية جديدة بدنا نحافظ عليها، أقل شيء بيأذيها وكمان تفاعل الجلد نعم مع هذه البروسيجر، مع العلاج اللي عم نعمله بيأثر، بغض النظر عن نحن يعني لازم طبعا ننتبهوا بالبيت في بروتوكول نعم. للعلاج والحماية من الشمس كثير مهمة. الدكتورة بس سؤال، هل في إذا فترة معينة لنقول هلا خلصنا من الأكنة من المشكلة وكان عندنا هالندبات بلشنا بالعلاج بنلاقي نتيجة أكثر من بعد ما إنه من بعد ما سنة سنتين نكون مارقين بالمشكلة نلاقي نتيجة، ولا نفس النتيجة رح تكون في حال لحقنا حالنا دغري ولا بعد فترة؟ بالبداية دائما العلاج بيكون أسهل قبل ما يصير في عندنا يعني نقص كثير بالكولاجين بمنطقة نعم. الندبات، ولكن كمان علاج الندبات هو يعني مجاله كتير واسع، في ندبات ما فينا نعالجها وهي بعدها أكتر، يعني بعدها ما انطفت بنسميها، نعم. لأنه ممكن هالشي يزيد، نعم. مشان هيك يعني العلاج حب الشباب بده كتير علم وكتير فن لحتى نعرف بأي وقت هيدا العلاج رح ينفع المريض مش رح يضر. فإذا اللي ممكن نقوله للمشاهدين أنه حتى ما نوصل لهي المرحلة دايماً الوقاية هي خير من علاج، نعم. لأن ممكن بحالات كتيرة مثل ما تفضلتي وقلتي نوعية الجلد، نوعية الكولاجين الموجود، الكمية الموجودة بالبشرة، طريقة الحياة، الحالة النفسية، كل هالأمور تأثر سلباً على هيدا الموضوع. فإذا نحنا لازم نحتاط دغري، بس نحس أنه المشكلة حب الشباب تفاقم عنا، نتوجه للطبيب المختص، ناخذ الأدوية والمراهم والنظافة والمتابعة بهذا الشكل حتى ما نوصل لهذه المرحلة ونوصل لمشكلة ويكون عنا يأس كثير. نعم صحيح. دكتورة سحر المصري أنا بتشكرك كثير على اللقاء ومتأمل نشوفك بحلقات مقبلة على خير إن شاء الله. أعزائي المشاهدين شكرا لكم لمتابعتكم ونشوفكم على خير وإلى اللقاء. أحبتي يتمنى الكثير منا الحصول على جسم رشيق وصحي ويدفعون الحميات المختلفة في سبيل ذلك، مما قد يوقعهم في حيرة كبيرة بسبب أنواع الحميات الغذائية التي ستحقق لهم الوزن المطلوب دون أن يضر ذلك بالنظام الغذائي للصحة. في صدد ذلك صنفت منظمة الصحة العالمية حمية دش الغذائية بوصفها أفضل الحميات على الإطلاق. فما هي حمية دش وما هي فوائدها؟ هل هنالك مضار على الصحة في حالة الاستمرار عليها؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفنا في الاستوديو أخصائي التغذية الدكتور محمد جبر. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا دكتور. نتحدث اليوم عن حمية الدش دايت، ما يعرف بهذه التسمية. نتمنى أن توضح لنا أكثر ماذا تعني هذه الحمية. شكرا جزيلا. حقيقة أول نقطة أنه الغذاء يجب أن يكون صحي ومتوازن. صحي أنه بعيد عن كافة المؤثرات الخاصة اللي تأثر وتؤدي إلى أن هناك تلوث يصير عنده بالمواد الكيميائية أو البكتيريا أو بأي قضايا. إذن هذا نقول غذاء صحي. لا. وغذاء متوازن يجب أن تكون المكونات الأساسية للغذاء من بروتينات ومن أيضا الكربوهيدرات الموجودة ومن الدهنيات والأملاح والفيتامينات بشكل متوازن موجود في الغذاء. لذلك نشوف أنه عندما نجي نشوف الغذاء الذي هو التركيز على السكريات أو التركيز على الكربوهيدرات وعدم التركيز على الخضروات، قد يكون أنه إذا نقول مثلا الفواكه، واحد يقول أن الفواكه هذه مثلا هو الغذاء مو بغلاء ثمنه. عندنا احنا في بلدنا عندنا الخضروات اللي طبعا لازم نأكد أنه تنظيفها يكون جيد، مثل عندنا المعدنوس، الكرفس، الهادي، الرشات، هاي كلها الخضروات نلاحظ بيها أيضا معادن موجودة بيها، أملاح، وكذلك موجودة بيها أيضا الفيتامينات الأساسية، وعدم التركيز على الدهنيات أو السكريات. لذلك اللي تفضلت بيه الغذاء الصحيح
هو حتى لا يكون عندنا نسبة الكوليسترول عالية أو نسبة الدهنيات الثلاثية عالية في جسمنا، وبالتالي تترسب وتؤدي إلى حدوث حالات من تصلب الشرايين، اللي شو تسوينا بعدين تسوينا أنه وصول بالدورة التاجية للقلب، وهذا يصير عندنا نسمع بها الجلطات القلبية وكذلك في الدماغ أيضا، وتؤدي إلى حدوث الجلطات الدماغية. هذا اللي الآن كثير من الشباب عندهم في عمر مبكر يتعرضوا لارتفاع ضغط الدم، داء السكري نتيجة للإكثار من المواد الدهنية ونبذ الخضروات أو الفواكه اللي هي الحقيقة هذه المواد الأساسية في الغذاء الصحي. نشوف احنا كثيرا حتى في مناسباتنا نكثر من الحلويات، صحيح، من الكيك، نجيب البسكويتات المختلفة، كل هاي كلها كربوهيدرات، كلها هي نشويات. اللي شو تسوي هذه النشويات؟ نشويات عندما ناكلها الجسم ياخذ كفاية البقية يحولها إلى دهنيات. طيب، لأنه بالكبد تتحول إلى دهنيات. طيب دكتور، يعني احنا نلاحظ مثل ما ذكرت حضرتك بأن يمكن الشباب وحتى يمكن الناس بشكل عام نظامهم الغذائي هو غير صحي وغير متوازن، ويتناولون كثير من الوجبات قد تكون وجبات سريعة، وجبات غير صحية يمكن مو سريعة الهضم، ممكن يكون بها ترسبات للدهون للجسم، هذه حتأثر بشكل ما، ممكن يصير عندهم زيادة أيضا بالوزن. فالبعض منهم يلجأ إلى أنواع مختلفة من الحمية وما يعرف بالدايت، قد يكون بعض هو من خلال متابعته للإنترنت يختار بكيفه او عن طريق يعني متابعه الطبيب. كيف تنصح هذول الاشخاص اللي اصبحت عندهم قد تكون امراض وايضا زياده بالوزن وحابين بان يتمتعون بجسم صحي وايضا رشيق؟ الحقيقه هو راسا نربط القضيه بامور، قلنا غذاء صحي متوازن، نعم، هذا بإضافة الى النشاط البدني. يعني ما يصير انه انا اليوم ايضا اتناول مواد وما عندي، لان احنا كليتنا الان عندنا مشكلة في الجلوس الكثير أو في عدم أنه ممارسة الرياضة، رياضة قصدي أنه حتى المشي المتواصل، يعني يجب الإنسان أن يسير على الأقل 30 دقيقة يوميا ولمدة 5 أيام باليوم، يعني أنه يجب أن يسير 150 دقيقة في الأسبوع، هذا جدا مهم. في درجة حرارة تكون اعتيادية قريبة لدرجة حرارة الجسم، لو تكون يعني ممكن بأجواءنا الحارة، الأجواء هي هاي المشكلة، ممكن أنه يصير في بالمساء أو بالهذا. المهم أن يمارس الرياضة، يعني الرياضة مثلا مو فقط يقول أني أصعد درجة انتهى مارسة الرياضة، لا، يكون هنالك مشي متواصل. لذلك احنا عندنا مشكلة في النشاط البدني، وعندنا مشكلة أيضا حتى في طلبتنا الآن، دروس الرياضة بدأت أنه تروح في المدارس، وبالتالي ما يمارسون الرياضة. سابقا كانت هنالك دروس الرياضة أو النشاطات الصفية هي من الدروس الملزمة، هذا أدى أنه مع وجود أنه المواد اللي نتناولها الآن هي النستلات، الأمور اللي بيها النشويات، الدهنيات الكثيرة، عدم مراعاة المعايير الصحيحة في طبخ الأكلات، هذا أيضا ربات البيوت هنا لازم يكون أيضا رسالتنا لهم أن يكون أدنى استعمال الدهنيات، المو أجي أنه أستخدم اللية أو أستخدم الدهونات المشبعة أو الدهونات الحيوانية، وإنما أركز على الدهونات الذرة، الشي الدهونات اللي تكون سميها غير مشبعة، وأيضا أتجنب أنه قدر الإمكان استخدام الدهون في الطبخ، قدر الإمكان أتجنب، يعني ما البيض ماكو داعي أنه إلا أقليه وأسويه وأتناوله. هذه شوفوا كلها هي العادات نسميها الغذائية، هذه العادات الغذائية هي أساس للحمية اللي تفضلتوا بيها، أنه ليس فقط أنا اليوم أسوي حمية وبعدين أجي أتناول نستلات وأتناول كيك وأتناول، هذا ما في فائدة، يعني انتهى هذا. أو أجي أكل مواد غذائية وبعدين أقول والله أنطوني أخذ دايت. طبعا المشروبات الغازية تعتبر من المضال الأساسية اللي تأثر على الحمية، فنشوف حتى لو يقول أنا المشروب الغازي بدايت وما دايت ومسحوب منه، هذا هم غير جيد. التركيز شنو؟ التركيز على مثل ما قلنا الخضروات، الفواكه نركز عليها ويجب أنه نتناولها، نحاول قدر الإمكان أنه الألبان أنه نتناول، مو الألبان اللي أيضا تكون دسمة واللي تكون نسبة الدسوم بها عالية، هذه نبعدها عنها أيضا. كذلك عدم تناول النشويات حتى بالنسبة للخبز، عندما نتناول بكميات قليلة، وعندما نتناول اللز يقولون يكون الدهنيات مالته جدا قليلة، وعندما نتناول وياه أيضا الخبز حتى لا يكون عندنا زيادة في حالة النشويات. طيب دكتور، أكو كثير اليوم من أنواع
خلينا نسميه الدايت او انواع الوصفات للتخسيس وتقليل الوزن والحميات الغذائيه موجوده على الانترنت او من خلال وصفه الطبيب. اكو بعض الامراض اللي ينصاب بها جسم الانسان تمنعه من اتباع اي حميه معينه. شكرا جزيلا. الحقيقه انت تفضلت انه اكو كثير اللي هي قد واحد يصير عنده انه مثل ما نقول يدوخ بهذه الوصفه. لا، احنا نريد الحمية الغذائية البسيطة اللي تركز أول شيء الإنسان يجب أن يكون معتدل في طعامه، أن يتناول الطعام في أوقات المنتظمة. يعني واحد يقول أنا مثلا ما أتريق ما أخذ الفطور، هذا غلط، لأنه هذا راح شيء أدي إذا أنا اليوم يكون عندي عدم انتظام في الواجبات الغذائية راح يأثر على عملية التمثيل الغذائي. يعني نشوف انه اللي بالعكس اللي ما يتريق جسما اكثر من غيره. ليش؟ لانه التمثيل الغذائي مالته راح يتاثر بشكل او باخر، وبالتالي راح تتكدس المواد. شلون عندك انت ماده الان ما راح تتصلف، فراح شو يصير عندك؟ يصير عندك هذه تخزن وتتكدس، وبالتالي يصاب الجسم، يصير عنده قولون مضطرب، يصير عنده اعراض كثيره في الجهاز الهضمي نتيجه لعدم الانتظام. اول شيء أنه الانتظام في وجبات الطعام، هذا رقم واحد. اثنين، تناول الوجبات على طول. المثل اللي يقول أنه أنت اطلع من الطعام وأنت مو شبعان بعدك جائع، يعني التناول المعتدل للوجبة، وأنه النظر الوجبة أنه ما تكون بها أي دهنيات، ما يكون بها عندنا السكريات كثيرة ونشوفها. طبعا مشكلة شرب الشاي، وأيضا نشوف الشاي أنه لما نشوف مليان من السكريات، هذا طبعا من العادات الغذائية الضالة والغير جيدة. الشاي أيضا يكون خفيف، وممكن أنه نخلي به فد كمية من السكريات، كل شيء نحسبه على حساب الآخر. فإذا الحمية الغذائية اللي إحنا الحقيقة تكون بسيطة، ونكون أنه مدخلين بها الاعتدال، ثانيا وجود أنه الإكثار من الخضروات، مثلا عندنا الخيار، عندنا الزلاطات، عندنا هاي نكثر بها، حتى شنو؟ حتى نعوض من أنه نجي إلى الأكلات الدسمة اللي ممكن تكون في هذا راح تخزن وتسبب لنا مثل فضلت السمنة. السمنة طبعا البدانة عند الأطفال الآن، إحنا سوينا مسح في وزارة الصحة، البدانة عند الأطفال تعتبر الآن مشكلة من المشاكل. وطبعا عدم استخدام الرضاعة الطبيعي، هذه أيضا واحدة من الأمور اللي تأثر. الرضاعة من الثدي هي أساس مهمة جدا، لأنه تحافظ على رشاقة الجسم طبعا من البداية، لأنه أنت التصلب الشرايين يبتدئ من عمر الطفولة، ولكن يظهر فيما بعد في عمر الشباب أو في عمر المتوسط، يظهر عندنا الآثار تصلب الشرايين. وإذا ظهرت بعد الآثار بعد ما نقدر إحنا أنه ماكو بعد تلسبت على جدران الأوعية الدموية، تعال عادة لهم تبدل الشرايين، تبدل هاي العملية ليست عملية سهلة. فإذا هذا هو أول نقطة، إذا يجب أن نعلم أطفالنا. هسه الطفل نشوفه أنه رأسا يروح يريد مستلة، يريد ياخذ فتشي، كلها بحلويات، كلها بمركز من السكريات، خصوصا هذه استخدام المواد المصاصة أو الشيء اللي بيها كلها أصباغ، بيها مواد كلها سكرية مليانة، هذه كلها هي عادات تغذوية. يجب أنه هناي من هذا المنبر نقول للمدارس، نقول للقنوات الإعلام، نقول للعائلة، يجب أنه توعي أطفالها من البداية. ماكو أني فائدة بعدين أسوي حمية وأني كل الشرايين مالتي مليانة كلها دهنيات وملاصقة لها، وراح يصير بها انسداد. طيب شنو الفائدة؟ بالضبط دكتور، يعني هذا الموضوع جدا مهم، وممكن للأسف بعض الأمهات والأباء يمكن ما يعطون أهمية لتغذية أطفالهم، يخلوهم يأخذوا راحتهم بتناول هذه الحلويات. والمدرسة مأكد على المدرسة، مأكد على المعلمين، يعني احنا يمكن نعطيها المدرسة أيضا دور مهم. نعم. لكن أيضا بالسنوات الأخيرة يمكن حتى هي دورها في التعليم بدأت تفقد. يعني عذرا. نعم. أنا يا ريت لو بالاصطفاف الصباحي. نعم. المعلم او المرشد الصف او المدير او المعاون، هذا موضوع مهم، يلقي رسائل تغذويه للطلبه، يقول لهم اليوم شنو؟ شو تناولتوا فطور؟ شنو اللي هذا؟ شنو اللي سويتوه؟ شنو اللي هذا؟ شرح شنو؟ شو تقولوا لعائلتكم؟ يعني حتى نخلي الطالب يكون مثقف لعائلته، منتبه ويوعي لهذا. وهذا هاي اللي حقيقه في مدارسنا اللي نأكد عليها. نعم. هو الارشاد التربوي، كيف نرشد
طلبتنا من أن يكونون أيضا مثقفين لعائلتهم ومثقفين لزملائهم، وهذا نسميه المثقف الصغير. هذا حتى في بلدان كثيرة سووا مشروع المثقف الصغير اللي هو يثقف العائلة ويثقف زملائه. أتمنى أن توصل مدارسنا إلى هذا المستوى من الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي للطلبة. شكرا جزيلا دكتور على وجودك معنا اليوم، وأنا أشكركم لهذا. هاي المواضيع جدا مهمة، أرجو أن تتكرر وأرجو أن يكون أدها أيضا نأخذ حلقات مختلفة من أجل أن نوصل الوعي التغذوي، لأن الحقيقة الوعي التغذوي لا زال كيفية لبطه. وطبعا في هذا المنبر أريد أكد على نبذ العادات السيئة، التدخين، التدخين من الأمور اللي يؤدي إلى حدوث أشكال من اضطرابات في الأمور التغذوية. وهذا طبعا إحنا الحقيقة وزارة الصحة عندنا قانون مكافحة التدخين أدناي، بس الآن مع شديد الأسف نشوف حتى التدخين لدى الشباب لدى هذا. طبعا هذا يؤثر بشكل أو بآخر أيضا على مشاكل ويؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة. شكرا جزيلا. الأيام القادمة يكون فيها توعية أكثر. شكرا جزيلا لحضورك دكتور. شكرا. يعني هذه المواضيع المهمة دائما إحنا نتم تسليط الضوء عليها من أجل يكون أكثر نسبة وعي عند المشاهدين فيما يخص النظام الغذائي الصحي والمتوازن. أحبتنا ننتقل إلى فقرة أخرى ضمن فقراتها، وهو ما يخص الماضي وذكرياته في حدث في مثل هذا اليوم. أحبتنا ومواضيعنا لهذا اليوم، حيث أكدت إحصائية طبية أن النساء يتحملن التعب والإرهاق أكثر من الرجال، وهو عكس ما متعارف عليه اجتماعيا. زميلتنا سجى هاشم عدس لنا هذا التقرير عن هذا الموضوع، فنتابع تفاصيله. صباح الورد على عيونكم أعزائي المشاهدين. مثل ما هو متعارف عليه فالمرأة كان رقيق جدا، لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن المرأة تتحمل الإرهاق والتعب والمرض أكثر من الرجل. اليوم راح تكون جولتنا مع النساء والرجال حتى نعرف شو رأيهم بهذا الموضوع. تفضلي أنا. طبعا أكيد أنه المرأة هي تسوي كل شيء بالبيت وتسوي كل شيء، تدرس الجهال، تطبخ، تمسح، تكنس، وما تصور انه الرجال يقدر يسوي هذا الشيء. بالاضافه الى هذا انه اكو هوايه نساء حول العالم مو بس هنا دايرين بيوت وعوائل بدون اي وجود اي رجال. الرجال يكون مسافر، عنده عمل، يطلع من الصبح يرجع بالليل، ما يدري باي شيء، فمن يقوم بهذا كله؟ اكيد المراه. ومن يقولون المراه هي ناقصه عقل، فنرجع نقول هي اللي كبرته واللي سوته واللي وصلت اللي ما هو فيه. طبيعة المرأة إنه هي تتحمل ألام الولادة، يعني فيعني شلون إنه كائن يتحمل هذا الألم الكلش قوي، يعني عادل كسر يمكن نص عظام الجسم، شلون تتحمل هذا الألم وتتسمى رقيقة؟ يعني فهذا شيء يعني ما يشيلها العقل مثل ما يقولون. وصحيح إنه ضروري في بعض الأحيان إنه المرأة ممكن تتحمل مسؤولية أكثر من الرجل، بس إحنا بمجتمعاتنا نحن نحبذ إنه المرأة إلها طاقة معينة، وهذا الشيء مو إنه يعيب بقدرتها، بالعكس هذا الشيء شوية يساعدها وما يعطيها الطاقة أكثر من طاقتها. بس أنا عموماً مع هاي الدراسة. أنت تشوفين إنه الرجل صح إنه هو صح وقوي والبنية، بس إنه طاقته أقل؟ لا مو أقل، ممكن صح تكون طاقته حسب هي درجات متفاوتة، ممكن يكون قوي وممكن يكون ضعيف، مو بالبنية الجسمانية. أكيد الدراسة والواقع اللي هو دا نشوفه إحنا، إنه المرأة تطلع للدوام وترجع إرهاق البيت والدراسة ودراسة والمجتمع وياها، يعني إنه دا يشوف إنه كل تحمل المرأة أكثر من طاقتها، وهذا صحيح الدراسة والواقع دا يقوله. يعني الرجل حتى وهو بنيته وقدرته ما أعرف إيش، بس خلقه يمكن ضيق أكثر من المرأة. خلقه ضيق أكيد تعبان، يرجع إنه هو يرجع يشتغل أكيد يريد ينام. المرأة ما تقدر تنام، ترجع لبيتها ودراستها. صعوبة الحياة تقول لك إنه المرأة هي مكملة للرجل، يعني النصف الثاني إذا كانت بالمنزل بالبيت أو الشاركة بالعمل، هذا فشيء طبيعي، فهي مكملة للرجل. يعني شلون واجبات الرجل واجبات المرأة كذلك، ويمكن مرات تكون واجبات المرأة هي أكثر من الرجل بشكل عام بالمنزل، ومرات تكون تشتغل أو موظفة وبنفس الوقت قائمة بمنزل وأطفال وإلى آخره، يمكن أكثر الأحيان تكون أكيد
أكثر واجباتها من الرجل، لأن الرجل هو تعرفين شغله معروف، شغله معروف إذا كان موظف أو قطاع خاص هذا شيء منتهين منه. يعني أنا أعرف نساء أنه دي يشتغلون شغل دي يعيون عوائل، عوائل كبيرة. يعني أعرف نساء يشتغلون شغلتين باليوم مثلا، يا أما الصبح موظفة وترجع العصر عندها عمل بالبيت، فهذا الشيء مو عيب، وهذا الشيء أنا أعتبره من الخطأ أنه ينظرون ويقولون أنه المرأة غير قادرة على هذا الشيء. شكرا جزيلا سجى. أحبتي كلنا نعلم أن المشاهير تأثير كبير على المجتمع لأسباب عديدة، أبرزها وضعهم في خانة القدوة الاجتماعية ومستوى رفيع قد ننظر إليه، وأيضا الجانب الاقتصادي الذي يتمتع به المشاهير أيضا يكون مغري أحيانا، خصوصا لفئة المراهقين، وسيطرة هؤلاء النجوم على الإعلام المرئي والمسموع والمواقع الإلكترونية التي تسلط الضوء على أخبارهم الفنية والشخصية بشكل يومي، كل هذا يخلق لهم هالة قد تكون مغرية خصوصا لفئة المراهقين، وغالبا ما تكون الفتيات المراهقات يقعن في فخ المشاهير، وبالتالي يسعين لتقليد هؤلاء المشاهير من خلال التصرفات أو طريقة الملابس المعينة أو حتى بعض الأفكار التي قد ينتهجها هؤلاء المشاهير. للحديث أكثر عن هذا الموضوع، لماذا المراهق ميال إلى تقليد المشاهير وخصوصا المراهقات هنا يكون أكثر تأثرا من غيرهن ربما من الأولاد في فئة المراهقين، نستضيف في الاستوديو الدكتورة نضال العبادي. صباح الخير دكتورة. صباح الخير دكتورة. نسهل بكم وبمشاهديكم الكرام وفي قناتكم الموقرة قناة المدى، شكرا جزيلا لكم. أهلا بك دكتورة، أهلا وسهلا بحضورك دكتورة. حديثنا حيكون عن يعني فئة أو عمر المراهقة، قد يكون كما ذكر حيدر في هذه المقدمة بأن البنات قد يكون هم أكثر هوسا بتقليد النجمات ويكونون أكثر تأثرا بهم، برأيك بهذا الموضوع؟ والبعض يعني يعطي السبب أو الحافز لدى المراهقات بأن يكون تركيز الإعلام ودوره بتركيز على حياة النجمات وكيف يكونون هم بارزات ومشهورات والحديث يكون عنهم، فحيشكلون نسبة من التأثير على متابعيهم وعلى المعجبين، بقد يكون ما بين فنهم أيضا يصل مرحلة الإعجاب بشكلهم وحياتهم الشخصية. هو شو هو التغيير؟ ليش التقليد؟ ما هو تعريف التقليد أولا قبل أن نتطرق إلى بعد في التقليد وكيفية تأثيره وكيفية استعماله وما هي انعكاساته سواء كانت إيجابية أم سلبية على الفرد الذي يقوم بالتقليد. التقليد هو عمل أو سلوك أو تصرف يقوم به الشخص غير اعتيادي أو غير بشكله الطبيعي أو الاعتيادي. هذا العمل يتم خلال وجود جاب، فجوة في داخل شخصية هذا الإنسان. لو كان هذا الجاب ممتلئ ما كان يلجأ إلى مسألة التقليد الآخرين. ولاحظ أنه هذا التقليد ليس فقط في المشاهير لكن في بعض الأحيان في المدارس، نتخذها على سبيل المثال، أكون مدرس يأثر بالطلاب لدرجة أنه الطالب أو الطالبة تقلد هذا المدرس نتيجة وجود تصرف معين أو لبس معين أو ما يثير شغلة معينة هي abnormal غير طبيعية خارجة عن المألوف، لهذا تحفز الآخرين لأن يقومون بهذا التقليد أو هذا الشيء الموجود. يعني السبب الوحيد هو وجود هذه الفجوة وممكن تكون أسباب أخرى. هل هي خلل؟ بعض الأحيان تكون خلل وبعض الأحيان تكون إيجابية. متى تكون خلل؟ تكون خلل عندما يكون خارج عن المألوف. وتكون إيجابية عندما تحسن نوعية أو تصرف هذا المقابل. أنا أتكلم عن التقليد هل هو إيجابي أم هو سلبي؟ أنا أتكلمت عن التقليد بشكل عام. هنا الفجوة في التركيب والبناء النفسي للمراهقة أو المراهقة هل تعتبر خلل في تكوين النفسي وجود هذه الفجوة؟ هذه الفجوة هي تعتبر ليس خلل لكن أمر غير طبيعي عند الإنسان. في بعض الأحيان على سبيل المثال هذه الفجوة عدم الإشباع الذاتي للإنسان، مثلا أنه هو ما متمكن أنه يماشي أو يواكب المودة
هذه تولد عنده، قد يكون تولد عنده الى تصرفات يعملها، كان تكون السرقه، كان تكون الكذب، كان تكون امور كثيره في سبيل الحصول عليما على الموضه مسيره لما موجود هو حاليا. فاذا هذه كانت جانب سلبي. اما اذا كانت لا، هو تقليد مثلا على سبيل المثال انه انا الاستاذ ماتي يقرا كثير، انا راح اشتري كتب واقرا، هذا ايش كانت تحسين مستواي الثقافي، اذا هذه كانت ايجابيه. لكن نلاحظ اللي ذكرته سي الزهراء انه هذا الوقت حاليا هو، وللاسف الشديد من خلال دراساتنا كاختصاص علم النفس ومعايشتنا الى المحاكم، نلاحظ اغلبيه المحاكم بسبب التقليد. يعني انا احدى الحالات اللي شاهدتها وتكلمت معها انه سبب انفصالها عن زوجها انه ما يسمح لها بان ترتدي السي اللي ترتديه نورا، واني ما اعرف نورا من هي، واذا تطلع بمسلسل احدى المسلسلات التركيه. فاذا هذه شو ولدت؟ يعني هي كانت تريد ترتدي مثلها، ترتدي الزي اللي ترتدي نورا، وبقت مصره على الموضوع بحيث وصلت للطلاق، وانه لان هو يمنعها من هذا ارتداء هذا الزي. نعم. فاذا هذا شو ولد؟ ولد الى تحطيم عائله كامله، والى قيم، والى نزاعات وشجار ما بين، تعرف راح يصير شجار ما بين الطرفين. نعم. فاذا هذا شو ولد؟ دمار. فاحنا التقليد بحد ذاته، راح تسألني ما هي الأسباب اللي تؤدي إلى هذا التقليد؟ قلنا إحنا أول شيء الفجوة، قلة الرابطة الأسرية ما موجود ما بين العائلة، ما بين أفراد العائلة، أو بالأحرى الأبناء مع آبائهم. لو كانت الرابطة الأسرية موجودة قوية بشكل متين وبشكل يسمح إلى التفاهم والمحبة والألفة، قد تكون هنالك طريقة لإقناع المقابل بأن هذا الشيء هو غير صحيح ولا يمكن الاقتداء به لوجود أسباب عديدة، منها الاجتماعية، الاقتصادية، قد تكون الدينية. هذه الألفة وهذا التعاون والترابط والألفة بالأسرية تحد من التقليد. لكن للأسف الشديد احنا في مجتمعنا حاليا نلاحظ هذه الأواصر بدأت تقل، وبصراحة أقولها أنه وصلت إلى مرحلة الانكسار، وقليل ما نلقى بعض العوائل اللي تحتوي على أواصر وتعاون ولغة تفاهم، لغة حب، لغة محبة بيناتهم. هذا كله يولد إلى أن يضعون النقاط على الحروف كما يقال المثل، وبالنتيجة يجدون الحلول لكل المعضلات ولكل المشاكل، وبالنتيجة أنه لا تدخل شوائب إلى داخل هذه الأسرة. فأحد الشوائب اللي هي هذه الشائبة الكبيرة للأسف نعانيها في مجتمعنا هذا وفي يومنا هذا، ونتيجة التكنولوجيا أنه شائبة التقليد اللي هي نسميه تقليد الأعمى في علم النفس. طيب يعني دكتورة، نتحدث عن التقليد، ويمكن البعض حيتابع موضوعنا حيقول طيب اعتيادي، مثلا يكونوا هم نجمات، فنانات، مشهورات، قد يقدمون نوع من الموضة من الأزياء ممكن، أو حتى في قصة الشعر أو اختيار لون الشعر أو حتى الميك اب وستايلهم المعين ممكن يكون مقبول، فشنو المشكلة إذا الفتيات أقبلوا على تقليدهم؟ لكن احنا نتحدث أكثر عن جزئية أخرى تكون هي تثير القلق، هو تقليد سلوك هؤلاء النجمات أو هؤلاء الفنانات، مو بالضرورة يكون هو للشكل. إذا حبت تلبس موديل كانت لابسته فنانه معينه، او راحت صالون حبت تسوي ستايل شعرها او ميك ابها نفس ستايل نجمات، السلوك يتاثرون بنجمات من خلال، ممكن يشوفوهم من خلال اذا كانوا فنانات او ممثلات بما يقدموه او بما يعملوا بحياتهم، قد يخلي المراهقات يحاولون بان يتشبهون بهم ويقلدوهم في طباعهم وحركاتهم. هذا اللي يثير القلق. للاسف هذا الحاله ليس فقط للمراهقات، بل أصبح للي هم متقدمين بالعمر، وهم حتى الناضجين هم يعني مسؤولين عن عوائل. يعني أنا أتكلم لك عن حالة أنه هذا التقليد اللي تقوم به الممثلة أو اللي تقوم به العارضة الأزياء، هذا في وقت لا يسمح به مزاولته في وقت آخر. لكل شيء في الحياة إلى وقته، إلى مكانه، إلى خصوصيته، إلى ميزاته. إحنا للأسف تقليدنا ده يكون تقليد أمياء، اللي هي تلبس لي لبس مع السهرة وهي رايحة للدوام الرسمي، كيف أني أنسق بهذا الآن؟ أو تلبس لي لبس لاحتفالية معينة وهي رايحة إلى المدرسة، زين أني من طلعت وهي ترتدي هذا اللبس أو ترتدي هذا الزي أو ترتدي العفو، يعني حتى الحذاء يجب أن يكون وفق مواصفات خاصة لكل مكان. الاحتفالية الزفاف ليست احتفالية تخرج، وليست هي احتفالية مناسبة أو احتفالية مناقشة أو مؤتمر. كل مكان إلى خصوصية معينة، كل مكان إلى زي معين، كل مكان إلى أيديولوجية معينة.
للاسف احنا التقليد الاعمى اللي هو ده نشبك به اللي هو شنو انه احنا ده نقلد في اي مكان بغض النظر عن الزمان بغض النظر عن بغض النظر عن كثير من المعايير. فاذا هو العمليه التقليد انا لا ارفض انه اني اخل اوكي ما مشكله اني ارتدي هذا الزي او ارتدي هذا الفستان، لكن شنو المناسبه؟ طيب معنا اتصال هاتفي اذا تسمحين دكتوره. صباح الخير هادي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هاي بس حبيت أسلم عليكم. مية هلا بيك هادي، إذا تحب تشاركنا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. إذا شكرا لك يا هادي. بس حبي يشاركنا ويسلم علينا هادي. تحياتنا لك ونشكرك على هاي المشاعر. طيب ممكن أنه التقليد يعني يتخذ أبعاد أخرى تكون سلبية على شخصية الإنسان من يتعود على تقليد أشخاص معينين سواء كانوا مشاهير أو ربما يكون صديق معين معجب بستايل لبسه بطريقة تصرفاته، هنا شخصيته راح تنمسخ نهائيا ويصبح مقلد ولا يمتلك شخصية حقيقية تعبر بها عن نفسه. هي الفروق الفردية بين الناس، الفروق الفردية أنه كل إنسان عنده فد كاريزما معينة وشخصية معينة وفق معايير معينة. نعم. هذه الأمور مع بعضها تكون الكاركترز مال الشخص الإنسان. كاركترز فور إكزامبل يعني حيدر إلى كاركترز يختلف عن أخوه. الفيتشرز مالته الخصائص المميزات تختلف عن أخوه. قد يكون شنو اللي قد يكون شخص أنه تلقاه في أغلب الأوقات أنه هو هزلي يضحك يشيق، لكن الفيتشرز مال حيدر لا يكون جدي سيريس أول تايم. من يقلد أخوه شاه يصير انتزع الشخصية مالته ولبس شخصية أخرى. بالنتيجة هذه الشخصية اللي ارتداها هو واللي يقلدها راح تطلع عن الإطار المألوف اللي هو في داخله، يصبح عنده حالة نفسية، يعني يصبح عنده في صراع ما بين ما يقوم به وما بين ما هو اكتسبه ويقلده. في بعض الأحيان تعرف أنه بعض الحالات يعني الطلبة فأسأل أقول له ما بليش يتصرف، يقول هو ما هو علمني. فمن أسأل أقول له وإذا هو علمك أنت تستمر عليه، يقول بعد ما أقدر أتركه. يعني وصلت لي حالات أنه الأفو حتى اللفظ أنه يقلد المقابل. فور إكزامبل يعني أنا كلغة إنجليزية بعضها أتكلم أو ماي جاد، فتلاحظ أطفال الكلمة ينطقوها ورايا مباشرة كرروا يعني أز أفن يعني كضحك وله أو ماي جاد. بالنتيجة إلى أن كبروا هسه هم يقولون أو ماي جاد. ليش؟ أنه صاعدهم التقليد نتيجة تأثيرهم بالشخصية قام يقلد، لكن إلى أن كبرهم استطاع أن يتخلص من هذا التقليد. صار تعويد عنده. صار عنده تعويد، والتعويد المكتسب متى ما كان سلبي يأثر على الشخصية مباشرة، لكن إذا كان إيجابي لا أكيد يقومها، وبالنتيجة هو اكتسب صفة معينة لشخصيته تزيد من معالم شخصيته والكاريزما للشخصية مالته. لكن التقليد السلبي اللي هو ده نتكلم عنه اللي هو تقليد الغرب بماذا بزي بأمور معينة اللي هي أولا لا نتقبلها اجتماعيا ولا دينيا ولا اقتصاديا. أنا البعض يتكلموا لي أنه الناحية الاقتصادية يعني لمجرد أنه يقلد فلان أو يأخذ الزي الفلاني يضطر يتداين، وبالنتيجة يعني أنا أعرف جماعة يعني على مستوى أتكلم لك ما على مستوى المراهقين، لا على مستوى أساتذة، أنه لدرجة أنه يبيع سلعة من البيت في سبيل يرتدي شيء معين لبس الفنان الفلاني. وانت لاحظت زي اللي صار بالنسبة إلى الفنان السفير العراقي كاظم الساهر. يعني فترة من الفترات جتي زي مالت الشعر كيف يزين هم يزينون كيف يرتدي يروحون لدرجة أنه يروحون يقترضون فلوس من ناس آخرين. دكتورة يمكن بعض يمكن يذكر بأن هذه هي موضة كما نقدر نحاسب عنها بأن هم يتأثرون بشكل يعني وأثر على نفسيتهم، لكن التساؤل التقليد اللي هو يعتبر أصبح يعني أقرب أو هو يعني إذا صحت الوصف بأن هو مرض نفسي، هم الأشخاص اللي عندهم تقليد بشكل عام أصبح تعويض تقليد الآخرين بشكل مفرط أو اللي يقلد شخصية واحدة على مدار الحياة، هذا اللي يعتبر مرض نفسي أو أكثر خطورة. إيش الشخصية؟ شخصية واحدة لو يعني هو بطبعه يصبح يقلد الكل، يعني يمكن يشوف أي شكل أو أي كاركتر سواء كان معاه بالعمل أو من خلال المشاهير، هذا هيعتبر مرضي لو اللي يعتمد بس على شخصية واحدة. لا هي حالة مرضية مؤكد. لا لمن يعتمد على التقليد لأكثر من حالة لأكثر من شخصية، لأن يعني هنا فقد الشخصية مالته، أصبحت الشخصية مالته شخصية الآخرين اللي يقلدهم بالضبط. إضافة إلى أنه إحنا التقليد يعني
يجب أن يكون أنا مثلا هسه اليوم أقلد الفنان الفلاني أو الفنانة الفلانية أو عارضة الأزياء، أنا شخصيتي تختلف، الملامح وجهي تختلف، ممكن اللون بشرتي تختلف، يجب أن أطابقها. إذا كانت أكو بعض التقليد قديسي إلى الشخص نفسه يظهر في شخص اليوم في هذا الجانب. أكو إحصائية تقول أنه عمليات التجميل زادت بنسبة 10% تقريبا. لا لا لا، أنا حطيت لها إحصائية الأخيرة، يغيرون شكلهم بما يقارب بعض الفنانين أو الفنانات اللي أصبحت بالعراق. يعني آخر فترة أنا كنت في إحدى المستشفيات نسوي يعني عندنا دراسة لعلم النفس، أصبحت عمليات التجميل 60% في العراق. نعم. زادت عندنا. نعم. نعم. يعني فلهذا تشوفين يعني ساني قبل فترة كنت في مكان حقيقة ما دي يخطر على بالي، لكن مستشفيات يعني خاصة هي لهذه، فتلاحظين إذا الكل الأنف مالهم عالية بلاستا، فأني ما يعني شفت يعني مو يعني فالعدد لا يستهان به. نعم. فسألت حقيقة ما كنت أعرفها يعني. أنا ما كنت أعرفها، فمسألت قالوا لي هاي كلها تجميل تغيير تغيير شكل. مطلوب بأن يشبهون بأحدى النجمات لو بمجرد تغيير الشكل، لا بأحدى النجمات. يعني هذه المسألة، وخاصة يعني هسه عمليات التجميل يعني ما شاء الله يعني مستشفيات التجميل عملهم فتشي يعني كلش توب، وإضافة إلى أنه أصبحت المرأة حقيقة المرأة العراقية شفتها أكثر امرأة بعد الهندية أنه هي اللي تقلد في عمليات التجميل، في عمليات هذه المواد الأخرى اللي تغير من شكلها بشكل أو آخر. وفي النتيجة هاي أنا أعزيها إلى سبب معين، عدم الثقة بالنفس. الثقة بالنفس جدا ضرورية، الإنسان مدى ما كان عنده ثقة بنفسه عالية ما ممكن يلجأ إلى تغيير أي شخصية معينة. لها علاج سلوكي دكتورة لو صعب بعد؟ لا مؤكد لها علاج سلوكي، لكن تبقى حسب درجة كل مرض نفسي إلى درجات تفاوت، درجة الأولى الثانية الثالثة. كيف قد يكون واحد العلاج دكتورة؟ العلاج هو مؤكد، كل حالات النفس تتم معايشة. نعم. المعايشة والمعالجة النفسية. طيب احنا اليوم معايشة للفرد. نعم. نفسه، لكن تعرف حضرتك بما انه ابتدينا بالحوار وحديث عن الموضوع بفئة المراهقين، هنا يعني اكيد للأسرة دور كبير في علاج هاي المسألة، شنو النصائح اللي ممكن تقدميها للأسرة اللي يلاحظون انه ابنهم او بنتهم بدأوا يقلدون المشاهير باتجاه سلبي وبصورة مفرطة جدا؟ حقيقة ذكرت لحضرتك أستاذ حيدر أنه إحنا حالياً أسر المال العراقية بشكل عام لتأذى أنه فك الروابط الأسرية تأذىها إلى الظروف والظروف الصعبة والحالة الاقتصادية وإلى البلد السياسي، تتأذيها إلى أمور كثيرة. لكن كوني كأستاذة وكارتباطي بالمراهقين بشكل تام، لأن كوني كأستاذة درسهم، ألاحظ أنه ليش هذا الطالب عن أهله يكون بعيد، ليش عن الأستاذ يكون قريب ويتكلم له عن كل أسراره. إذن هنالك فجوة، وهذه الفجوة ما بين العائلة، ما بين الآباء وبين الأبناء. لهذا ألتمس من العوائل العراقية وبخاصة الأسر الذين يمتلكون مراهقين أن تكون علاقتهم بهم وطيدة، وأن تكون لغة الحب السائدة بين هذه العائلة، وأن يحاولون قدر المستطاع أن يملؤون هذه الفجوة ولا يدعون لها أثر في حياتهم الأسرية. إضافة إلى أن أجز الأمر عليهم، أتمنى من هذه العوائل أن تسعى إلى معرفة السبب بهذا الأمر، وإذا عرف السبب بطل العجب. إذن إن أنا عرفت السبب وجدت الحل وبالنتيجة، وإذا استطاعت هذه الأسرة أن تجد السبب ولم تجد الحل أن تتصل بأخصائيين نفسيين لإيجاد الحلول، وخاصة إذا تبحث عن الشخص القريب من هذا المراهق اللي يكون هو مفتاح الحل لمعالجته النفسية، وبالنتيجة تغيير سلوكه، وتغيير سلوكه يؤدي إلى تقويمه، وبالنتيجة يؤدي إلى كاريزما وشخصية مرموقة في المجتمع. هذا اللي نتمنى، بأن الأسر تولي اهتمام بهذا الموضوع من أجل سلامة الصحة النفسية لدى أبنائهم، وينشؤون مهم متعافين ويكونون فعالين بشخصياتهم الحقيقية دون اللجوء إلى التقليد. شكرا جزيلا لحضورك دكتورة نيوز، شكرا لك وللملاحظات اللي ذكرتيها. شكرا جزيلا لكم ولقناتكم. حبتنا مستمرين معكم وفقرتنا لهذا اليوم، ونذهب إلى فقرة أزياء حتى نتعرف على آخر ما عرضته دور الأزياء العالمية.
وضمن أنشطة المرأة في محافظة بابل أقيم بازار خيري. الزميل جلال كامل يسلط الضوء على هذا البازار من خلال هذا التقرير. تظاهرة اقتصادية للمنتوجات المحلية شهدتها حدائق مدينة الحلة على ضفاف نهرها ضمن بازار لعدد من النساء المنتجات في بابل، في محاولة واضحة لإثبات وجود المرأة وإمكاناتها الاقتصادية فيما لو تهيأت لها الفرصة لعرض إبداعاتها. يعني احنا جربنا البازار بغير محافظات، بالنجف وبكربلاء وبغداد، فحبيت أسوي هاي الفكرة ببابل، لان اكو هواي بنات يعني مكبوته مواهبهن بالبيت، ما عندهن فد قدره انه يطلعن خارج البيت، فيعني سويت فد مجتمع نسوي حتى نظهر طاقاتهن بهيجي اماكن حلوه. المراه مو فقط بالبيت، المراه همت مسانده للرجل، وشفنا احنا مجتمعنا هسه يعني بحاله اقتصاديه كلش رديئه، فلازم تكون المراه متكاتفه ويا الرجل، ولازم همات من الرجل، يعني لازم انه هو همات يدعم المراه. أكثر من 50 امرأة بينهن نساء من خارج محافظة بابل شاركن في هذه التظاهرة الاقتصادية، وقدمن منتوجات مختلفة تنوعت ما بين الأعمال الفنية والأدوات المنزلية وملابس الأطفال وبعض الإكسسوارات النسائية، فضلا عن أنواع من الأطعمة المنوعة. حقيقة يعني هي فد مشاركة كلش يعني فعالة، أنا أشوف أنه تبرز دور المرأة، تبرز يعني الحر إمكانيتها، تطلعها من الإطار اللي المتقيدة بيه. ما كنا متخيلين أنه راح تكون هيجي هكذا مبدعات في محافظة بابل. نحن اليوم بحاجة إلى أن تكون هناك مؤسسات حكومية أن ترعى هذه الإبداعات من الجانب النسوي. المشاركات في البازار أكدنا أن مثل هذه الفرصة مهمة لهن في إظهار إبداعاتهن في صناعة أشياء مختلفة يمكن أن تلبي جزءا من حاجة العائلة على أقل تقدير، وطالبنا بضرورة أن تقام مثل هذه الفعاليات في كل مكان وأن تتكرر باستمرار. طبعا هذا البازار يعني نظام كلش حلو ومنظمة يعني للمرأة، خاصة نحن مجتمعنا مجتمع ذكوري كهذا الشيء، فالمرأة لا تعين حاليا، لا أكو أماكن تستحق أنه تطلع بها وتشتغل بحريتها، لأن الأهل عندنا الأب أو الأخو ما يقدر بهذا الشيء، ما يقبل أنه البنت تطلع خارج نطاق أهلها. فأنا كمشاركة أو كطالبة صف سادس علمي حبيت أشارك بهاي الشغلات. كل ما يكون المكان اللي بيه شغلات يعرض، أعمال يدوية، شغلات مطبخ منزلية، يبين إنتاج المرأة العراقية، بدل ما نستورد، بدل ما ناخذ الشيء الحاضر من الأسواق. أنا شفت كل المجالات الحلوة اللي بيه هنا، وكشغلات حلوة عجبتني بيه. هذا وأكد القائمون على هذه الفعالية عزمهم على أن تقام بشكل دائم بعد أن يتم الإعداد لها بشكل صحيح ومنسق مع الجهات المعنية. لبرنامج صباحكم غير، جلال كامل، قناة المدى. شكرا جزيلا لك جلال. حبتنا مثل ما اعتادت وتكون عندنا بين فترة وأخرى تسليط الضوء على مواهب شبابية تكون خاصة بمواهبتهم بالموسيقى، ويكونون عازفين ومؤلفين موسيقيين، تكون عندهم أمال وطموح وأيضا مشاريع وخطط مدروسة بكيفية بأن يكونون الأسماء الموسيقية المهمة إن شاء الله بالمستقبل. ضيفنا معنا في الأستوديو اليوم العازف والمؤلف الموسيقي الشاب بدر مالك. صباح الخير وأهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا بك. بالبداية قد تكون هي البداية المتعارفة أو التقليدية مع كل الموسيقيين، وبالأخص من يكونون شباب، أحبين نتعرف على بداية العلاقة مع آلة العود كونك عازف عود، وكيف كانت من خلال الدراسة أو هي موهبة وبعدها صارت دراسة؟ والله هي بالبداية كانت يعني من عمر 6 سنوات، وبعدين استمرت علاقتي بالعود. تعرفين فترة يعني الناس كانت محتاجة وما عادت تشتري عود وكذا، فاضطريت يعني انه اشتغل هواي امور يعني. بعدين جيت المعهد الدراسات تقريبا بسنه 2015 وبديت ادرس، بس كعزف بدايه يعني كنت وحدي، دائما وحدي،
وبديت بالعود. لو تحب الموسيقى بشكل عام ولقيت العود الموسيقى بشكل عام يعني يمكن اكو يقولون اكو موسيقى شرقيه وغربيه، لا انا عندي موسيقى بصوره عامه. نعم. طيب شنو سبب تعلقك بالعود بالذات، اختيارك هاي الاله؟ والله هي ما اعرف شو اسميها، يعني يمكن هي ملكه او هيجي شيء ما اعرف شلون يعني، بس هي صدفه صارت. اي كان تاثر في الموسيقيين وعازفين إيه يعني اختاريت العود؟ مثلا كشرقيين كان نصير شمه بذاك الوقت ولا زال ومنير بشير وغيره، بس بعدين من طلعت على الموسيقى يعني اجى باخ بقنيني يعني ذول الكبار الموسيقيين بديت مشواري. طيب نستمع الى شيء من الموسيقى. والله انا محضر مؤلف لل على الشهداء اللي راحوا بالكراده واللي هسه صار. مو سلام لشهداء الكرادة وشهداء العراق، وأحسنت العزف جميل جدا. شكرا جزيلا. منو من العازفين بهاي المرحلة ذكرنا أو سألتك زهراء مرحلة البدايات والهواية قبل الدراسة بمن كنت متأثر، حاليا بعد أن اطلعت أكثر وتعمقت بعالم العود وهاي الآلة الجميلة بمن يعني تطرب من تسمع عزفة من العازفين المحليين أو حتى العرب؟ والله صراحة يعني كانت الموسيقى المصرية أكثر شيء، يعني رياض الصباطي محمد عبد الوهاب يعني كانت هي هاي بدايتي، وبعدين سيد درويش قمت أسمع وهواي هواي يعني مثلا عراقيين قليل مثلا أستاذ نصير منير بشير وهيك يعني، هي لأنه كانت الموسيقى المصرية هي الموسيقى خلينا نقول بداية الكل شيء، بداية الموسيقى كلها وكموسيقى شرقية تحديدا يعني. وبعدين لكن مدرسة العود العراقية متميزة جدا وتختلف اختلاف كبير، هي المدرسة العراقية عن مدرسة العود المصرية. المدرسة العراقية يعني اجت من منير بشير، انا احكي بالعود يعني طبعا موسيقى العود خاصة، يعني اجت من منير بشير زين، منير بشير بعدين اجى وراء نصير، نصير هم يعني وراح لمصر وظل استقر هناك، يعني لا سوى بيت عود بالعراق لا عمل فد شيء بالعراق،
ظل كله مصروف خارج البلاد. لكن نتحدث عن يعني عزفة ومؤلفاتها الموسيقية هي ظلت بنفس الروح ونفس الإعداء الإبداع المتواصل بالضبط هو أصبح مدرسة، يعني مدرسة نصير شمة بالعزف. يعني يمكن كثير من يعني الهواة وحتى المحترفين في مجال العزف يقولون إحنا من مدرسة نصير شمة، يعني حتى يمكن طريقة تكنيكا بالعزف تكون هو مميزة، لأنه هو جمع يعني بذاك الوقت جمع موسيقى العصر القديم والعصر الحديث وقام يعمل هاي المؤلفات كل الجميلة طبعا. نعم. وأنا أعتبره أستاذي بالعلم يعني، ومن هذا الطريق بديت أحب الموسيقى يعني. حلو. طيب من تقوم بتأليف موسيقي تضع الفكرة لو هو الإحساس يقودك تقول بأن هذا المقطوعة الموسيقية أو هذا بديت به قد تكون بدندنة بسيطة مع العود لحد ما تكمل المقطوعة والمؤلف تعطيها عنوان لو تخلي يعني مفتوح لكن هو يعبر عن حاله. هو لازم اكو عنوان. هي الموسيقى مثل الشعر مثل اي فن حاله. لما نجي ننظر الموضوع يمكن غيري يقدر يكتبه كشعريا بس انا موسيقى عندي ما عندي غير شيء اكتب به. ترجم الحاله بالموسيقى. بالضبط. ف بلي يعني اكو هناك عنوان واكو هناك دراسه الحاله معينه يعني وهكذا. المؤلف الموسيقي قدرا. نعم. اكو اجواء خاصه او طقوس خاصه من تريد تالف؟ اي لازم تكون وحدك يعني بعيد عن كل شيء يعني. ومؤلفاتهم مرات تتطلب يعني معلوماتك العلميه بالضبط. وكثير اشياء كثير اشياء يعني تستخدم كثير من الوسائل. نعم. يلا توصل المؤلف اللي انت تريده بالشكل المطلوب طبعا. طيب ما أعود على طريقة العزف أو التكنيك مثل ما ذكرت بأن الفنان نصير شمة وأيضا الفنان مصطفى زاير أيضا هو مبدع وأصبحت الآن بالنسبة لي أعتبره أيضا مدرسة من مدارس العزف بالعود والتأليف الموسيقي. يحبون بالفعل هم تميزوا وهذا الموضوع يعني يشهد الاثنينهم. بالنسبة لك أيضا تحب أن تتميز لو تحب تبقى بطريقة العزف التقليدي وبالمقابل أنت أيضا عندك مؤلفات موسيقية؟ والله أنا يعني عندي مشاريع يعني من ضمنها قلت لك فيها إنه فرقة موسيقية وشيء مختلف يعني خمس آلات ما تتعدل أكثر. معروف الفرقة الموسيقية دائما تتكون من 10 آلات وفوق. نعم. أنا أقدر أسويها بخمس آلات بس يحتاج وقت هواية ويحتاج دراسة أكثر. يعني أنا بعدني هسه أول سنة رحت مرحلة ثانية محل دراسات يعني بعدني ما مؤهل بالشكل الصحيح يعني أسان صح أقرأ على واحد بالمرحلة بس تريد تكتسب خبرة أكثر. بالضبط. طيب خلينا نستمع إلى الموسيقى. Thank you.
جدا. شاركت بمهرجانات او احتفاليات؟ هواية يعني تقريبا خارج محافظتي مثلا دوانية ناصرية، هواية هواية اماكن بهن مهرجانات عزف منفرد وبهن مهرجانات قدمت بها اعمالي الكاملة، وبغداد همين اعمل هواية مهرجانات. جميل. طيب بالنسبة للتأليف الموسيقي، يعني هو فقط لمقطوعات لو ممكن تكون أيضا لتلحين لأغاني لو ما نفكر بالأغاني؟ هي طريقة التأليف الموسيقي، أكو يعني الأغاني بطريقة مؤلف وأكو أغاني بطريقة لحن اعتيادي. الطريقة مؤلف كان الأستاذ رياض الصنباطي يألفها، هي مؤلفات بالاعتبار يعني مو ما تعتبر موسيقى عادية، لذلك توجد هناك موسيقى. يعني انت مفكر بهذا الموضوع او أكيد. تم تنفيذ الفكره ولا لحد الان لازم لا. هي تم يعني فرقتي القادمه راح يكون بها برنامج يعني بنات. يعني ذكرت الفرقه، احنا توقعنا بان هو المشروع مؤجل، يعني هي لو هي بصدد التنفيذ او بشيته هي بصدد التنفيذ، يعني نقدر نتحدث عنها وعن الالات الموسيقيه الخمسه اللي حتكون معاها؟ يا ريت تحدثنا بالبدايه. هو كانت فكره عاديه يعني حالي حال اي طالب انه يتمنى يسوي شيء، بعدين لقيت الطلاب اللي هم بمستواي مثل عمر صديقي هم مات مطرب، هو عندي آلة الكونتر باس وآلة الرق وآلة الجيتار واني. طيب كيف راح يكون الامتزاج ما بين الجيتار والعود والكونتر باس؟ الطريقه هي يقولون اكو موسيقى شرقيه وغربيه، انا اريد هذين الاثنين اريد اوازنهم، اريد اوازنهم بموسيقى موحده لا اكثر. جربتوا سويتوا يعني تقديمات يعني البروفات يعني اعمال موسيقيه؟ ممكن اسمعك يعني فد شيء بسيط؟ يا ريت لو نسمع هذا المزج ما بين الشرقي والغربي على آلة العود. جميلة، أتمنى لك الموفقية وشكرا لوجودك اليوم معنا بالحلقة. شكرا جزيلا. شكرا لحضورك. شكرا هذه الدعوة طبعا من أستاذ محمد العزاوي. شكرا جزيلا. شكرا لك الموفقية إن شاء الله وتحقق ما تطمح له وتكون اسم مهم من أسماء الموسيقية العراقية إن شاء الله. شكرا جزيلا. بالتأكيد الشكر موصول لمشاهدينا الأعزاء على متابعتهم برنامج صباح الخير، شكرا وإلى اللقاء. في أمان الله.